هل اسكندر شاف اسكندريه؟ ما شافهاش. مشي رجع منف كمل حط كليمونيس القائد الروماني القائد اليوناني اللي كان معاه كمندوب له على مصر. كليمونيس اللي لعب لعبه على اهل الفيوم نسيت اقولها لكم احنا هناك. كليمونيس كان بيعمل ايه؟ يجي لصديق استاذ احمد انا عارف ان عندك حته ارض بتزرعها بحميد وبتطلع منه وبتبيع اردب القمح ب 1000 جنيه تمام انا هشتري منك اردب القمح ب 10000 جنيه لمده 10 سنين وهديك ثمنه دلوقتي يبقى لو بتبيع 3 اردب يعني انا هديك 300000 جنيه دلوقتي بشرط خلاص انا خدت منك 10 سنين استاذ احمد هاخد منك استاذ منصور هاخد منك دكتور جمال باي سعر كانت الفيوم لانهم اخصب ارض ما رضيوش قال لهم ماشي فقال لهم انا راح بعت لهم جواب قال لهم بصفتي نائب الاسكندر في مصر بعد اسكندر ما مشي انا قررت ان انا اقتل كل التماسيح في البحيره ليه يا عم ده سبك قال لهم لان ليا واحد صاحبي حبيبي كان ماشي وعدى تمساح طلع تمساح من البحيره اكله فانا زعلان على صاحبي قالوا له تعالى بس الله يهديك انت قلت انك عايز القمح قال لهم اه ماشي عايز القمح وانتوا قلتوا لا قالوا لا موافقينه باي سعر فكان القمح بتاع الفيوم بيمثل بالنسبه له ثروه كبيره جدا كليمونيس استمر لغايه 323 عاشت مصر معاه في ثراء كبير جدا.